الاستعدادات الأخيرة. مشاهدينا الكرام، رفعت الراية البيضاء، فتحت البوابات إذن للاندفاعية. أفراس وجيد الانتاج، الأفراس المشاركة في هذا الشوط على مسافة 1650 متر. جاز خليفة بن عبد الرحمن بن مديع رحمه الله من أهل الدرعية، واحد الرواج الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الصدارة تبدأ مع الدجة بالمركز الأول الآن في بداية هذه الانطلاقة، وصلفة في المركز الثاني في متابعة للمعصرة في المركز الثالث، وأيضا المحاولات تأتي من كمونة في المركز الرابع، وكذلك تجاهل في المركز الخامس من الخارج في هذه الاندفاعة القوية لهداجة ابنة استوريك في المركز الأول. صلفة لا زالت تتابع في المركز الثاني والمركز الثالث للمعصرة. المحاولات تأتي من تجاهل ومن كمونة أيضا للتقدم في هذه الأثناء وفي هذا الشوط في هذه المنافسة التي لا زالت تحافظ على الصدارة من خلالها المعصرة. وهنا التقدم للمعصرة كما تشاهدون مشاهدينا الكرام والمتابعة من صلفة في هذه الأثناء. المعصرة من الداخل، كمونة من الخارج. المحاولات تأتي مشاهدينا الكرام من سيطرة من الخارج، تتقدم الآن في منافسة قوية المعصرة من الداخل، سيطرة من الخارج. المعصرة من الداخل وسيطرة من الخارج للمركز الأول، تسيطر على المركز الأول، تنهي هذه المنافسة، تسجل الفوز الأول إذن في سجل